استكلام. مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج رويدا ميوزك في فقرة حرب النجوم. وكأن أزمة الفنان محمد فؤاد مع المنتج والمؤلف تامر عبد المنعم مازال ما انتهتش، رغم هدوء الخلافات الكبيرة اللي كانت بينهم بسبب مسلسل الظاهر. ورجعت هالخلافات تطفو على الساحة الفنية من جديد بعد حصول محمد فؤاد على حكم بحبس المنتج والمؤلف تامر عبد المنعم لمدة 3 سنوات. وفاجأ محمد فؤاد الجميع بتراجعه عن مصالحة تامر عبد المنعم، وارفع عليه عدة شكاوي قضائية جديدة ضد منتج مسلسل الظاهر. وقد حكمت المحكمة ضد عبد المنعم بالسجن لمدة 3 سنوات وتغريمه أيضا في الشكوى التي رفعها محمد فؤاد في قضية إصدار شيكات بدون رصيد تخص أجره عن المسلسل المتوقف. تامر عبد المنعم ما تأخرش في الرد على محمد فؤاد وعلى القضية اللي أثارها ضده من جديد، واتهم تامر عبد المنعم في بيان إعلامي محمد فؤاد بخيانة الأمانة وجلسة الصلح اللي كانت بينهم بحضور عدد من الأصدقاء والفنانين زي عمرو دياب والمنتج تامر مرسي، واتفقوا على إنهاء الخلافات بتنازلهم عن القضايا المتبادلة ضدهما. والتزم تامر عبد المنعم ولم يلتزم الطرف الآخر فؤاد، وأصر على استكمال الإجراءات القانونية ضده، مما تسبب في صدور حكم بحبس عبد المنعم. وتعود أوراق القضية ويحصل محمد فؤاد على شيكات خاصة بأجره في المسلسل. وبعد توقف المسلسل طالب عبد المنعم فؤاد بعدم صرف الشيكات لعدم تصويره، وهو ما رفضه محمد فؤاد وأصر على أن يتقاضى أجره. وفوجئ محمد فؤاد بأن الشيكات بدون رصيد لتبدأ الخلافات بينهم من جديد. وكان نقيب الممثلين أشرف زكي قد تدخل لمصالحتهما على الهواء ونجح في الأمر قبل أن تتجدد الأزمة مرة أخرى. كانت هذه الفقرة حرب النجوم، شكرا لكم على المتابعة ونلتقي في مواعيد لاحقة. وعد الفن مش بس كلام.